مساء الخير. طقس خريفي متقلب ممطر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب تاثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائيه بارده جدا عم بتؤدي لانخفاض ملحوظ بدرجات الحراره وتساقط امطار غزيره وهبوب رياح ناشطه وبارده وتساقط ثلوج على ارتفاع 1200 متر وبيستمر لصباح بكره الخميس. الحراره منخفضه خصوصا على الجبال، الرطوبه مرتفعه، البحر مرتفع الموج بسبب الرياح القويه وحراره 121 درجه. ليلة طقسنا غائم وممطر بغزارة ببعض الأحيان مع حدوث برق ورعد خصوصي بالمناطق الجبلية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة واشتداد بسرعة الرياح بالمناطق الشمالية لتقارب 65 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر إلى 4 أمتار وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر، وبيتدنى تساقط الثلوج تدريجيا مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس 1200 متر منتصف الليل. لبكرة الخميس طقسنا غائم مع بقاء درجات الحرارة متدنية خصوصي على الجبال واحتمال تساقط بعض الأمطار المحلية صباحا وتكون جليد خلال ساعات الليل والصباح الأولى على الطرقات الجبلية اللي بترتفع عن 1200 متر وبتنحسر الأمطار بعد الظهر الخميس. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 158 مليمتر، السنة الماضية 177 والمعدل العام لنهاية شهر كانون الأول 240 مليمتر. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11 على المرتفعات 5 بالبقعة 3 تحت الصفر وبالأرز 8 درجات تحت الصفر. نبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية مثل بينو 14 درجة 9 بزغرين جبل محسن 16، الأرز درجة 1 أرطبة 5، راس بعلبك 6 درجات فقرة درجتين، بعبديت 13، المختارة 10، وعين عطا 9 درجات. الرطوبة بتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح المي 21 درجة وسرعة الرياح بتتراوح بين 50 و65 كيلومتر بالساعة، الرياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين يلي جايين؟ نهار الخميس بتتراوح بين 11 و17 درجة، الجمعة بين 12 و18، أما السبت فبتتراوح بين 13 و19 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع أبو ظبي و26 درجة، القدس 11، طرابلس 18، الجزائر 15 درجة، وجولتنا بتنتهي مع روما 13 وبرلين 7. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.